بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المعجزة الكبرى. حلقة النهاردة قنبلة، حلقة مفاجأة للنبوءة منذ قديم الأزل. النبوءة أصلها على فكرة مش اجتهاد مننا، ولا احنا اللي يعني اخترعناها في البرنامج النهاردة. احنا بنتكلم دي نبوءة قديمة موجودة في كتب اليهود القديمة، بتقول ان نهاية دولة إسرائيل في سنة 2022 ميلادية. النبوءة أصلها إيه؟ أخبارها إيه؟ إيه دلالتها؟ مين مشي وراها واجتهد؟ هل في من النص القرآني ما يؤكد الإشارات والأسرار والألغاز؟ خصوصاً إن في دلالات أيضاً رقمية غير تفسير المعاني. يعني أنا عارف إن الموضوع صعب، وعارف إن الموضوع يمثل لغز، وفي ناس كتير ما بتعترفش بحكاية الأرقام والفلك. أنا هقول لحضراتكم النبوءة وكل البشارات اللي عندي والدلائل اللي عندي والنص القرآني نقراه مع بعض، ونشوف يا ترى هذه النبوءة العقل البشري يقبلها ولا لا. هل نقدر أكتر نصدقها ونقول إسرائيل ستنتهي سنة 2022 ولا لا؟ في الحالتين طبعا ده علم الغيب والله أعلم، لكن أنا عندي نبوءة وهعرضها لحضراتكم النهاردة. هل تنتهي إسرائيل عام 2022 ميلادية ولا لا؟ تابعونا في المعجزة الكبرى. أهلا بحضراتكم مرة تانية والمعجزة الكبرى. تعالوا نتكلم الأول عن التاريخ قبل ما نتكلم عن النص القرآني. سنة 48 عام النكبة زي ما بنسميه، إعلان دولة إسرائيل. كل اليهود مفروض أن هم فرحانين بتحقق الحلم القديم أن يبقى في وطن قومي لليهود في فلسطين المحتلة. الكل فرحان إلا بعض الناس اللي فاهمة، بعض الناس اللي مش معتنقة الفكر الصهيوني التوسعي الاستعماري، بعض الناس عندها كلام وإشارات من الكتب اليهودية القديمة بتقول أنه من ساعة إعلان هذا الكيان في فلسطين سنة 48 هذا الكيان قدامه 76 سنة. أرقام موجودة في نبوءات في الكتب اليهودية القديمة واليهود عارفينها. هل الموضوع مجرد كلام بيتقال؟ هل القصة وقفت عند هذا الحد؟ أبدا، الموضوع تطور لبحث ودراسة. لما وصل هذا الكلام لأحد الكتاب ونشره، قام واحد قال أنا لازم أعمل بحث على هذه النبوءة، هل هي تخاريف مجموعة من العجزة، حاجات أساطير موجودة في كتب قديمة غير محققة، ولا ممكن يبقى لها أصل من التنبؤ؟ قدامي كتاب زوال إسرائيل سنة 2022، أخ فلسطيني بسام جرار من الضفة الغربية عمل هذا البحث، مشي ورا النبوءة وابتدى يدرس حاجات كتيرة جدا في الكتب اليهودية. ابتدى يدرس ارتباط العقيدة اليهودية بحركة المذنب هالي اللي الدورة بتاعته بتاخد حوالي 76 سنة، أحيانا 75 سنة. هذه الدورة بدأت، آخر دورة بدأت عام 48، وعشان تكمل 76 سنة بتوعها، خدوا بالكم من رقم 76 اللي جاي في النبوءة اليهودية، عشان المذنب هالي يكمل الدورة بتاعته 76 سنة هتكون سنة 2022. صدف؟ أشك. طيب بقية النبوءة وبقية الدراسة بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا لو حبينا نرجع للقرآن الكريم ونشوف الإعجاز العددي والرقمي اللي موجود فيه، في بعض الناس ما بتصدقش، في بعض الناس بتقول يا جماعة طيب هل معقول إن ربنا يعمل الكلام ده؟ صدفة. طب الصدفة تتكرر عند البشر، تيجي عند إله؟ لا يمكن. وإذا إحنا كبشر اتكلمنا عن الصدف، تصدف معانا مرة، تصدف في آية، في اتنين، لكن على طول لا يمكن. فتجدوا مش من قبيل الصدفة عدد الآيات اللي محصورة بين الفتحة في القرآن الكريم وسورة الإسراء 2022 آية. صدفة؟ أشك. أفكركم بحاجة قالها مناحم بيجن ساعة لما إسرائيل دخلت لبنان سنة 1982. قال يبدو أن إسرائيل سوف تنعم بسنوات سلام 40. قال الكلام ده يعني بيجن كان بيقرا الطالع بيكتب البخت اللي في الجورنال يعني؟
40 سنه و82 نوصل لنفس الرقم سنه 2022. نيجي نعد كده الكلمات اللي في سوره الاسراء من ايه 4 لايه 8 اللي بتتكلم على افساد بني اسرائيل في الارض، هتجدوا عجبا، هتجدوا انها 75 كلمه عدناهم مع بعض كده. وتعالى نشوف قيام الدولة في 48، يبقى إذا النهاية في نهاية 2022 إنه هيطلع الرقم 2023. الكلام ده كله صدف، نتكلم على 2022 2023 في المرحلة دي. خدوا بالكم الكتاب مليان معادلات معقدة جدا، لو قعدت أشرحها لحضراتكم هناخد وقت كبير وطويل، وفي ناس كتيرة جدا مش هتستوعبها لأنها معقدة، فيها حسابات إيه الفروق بين السنة الشمسية والسنة القمرية، وحسابات لإمتى الإفساد الأول، حادثة الإسراء إمتى، تاريخها إمتى، تتحط في معادلات مع السنوات الشمسية والقمرية، وتجد دايما حضرتك إن الأرقام بتطلع رقم من مضاعفات العدد 19، ولما تحسب الحسابات والمعادلات كل الأرقام تؤدي إلى عام 2022 ميلادية، قولا واحدا معادلات رياضية بحتة ما فيهاش أي أهواء شخصية. يا ترى أقدر أعد آيات القرآن الكريم أو الكلمات وأقول إن كل كلمة تساوي سنة، وبالتالي ده إشارة من إشارات ربنا سبحانه وتعالى ليا إن أنا أخد بالي؟ وهل من قبيل الصدف إن بعد الآيات ما تتكلم عن هذا الكلام من 4 ل 8 في سورة الإسراء، الآية اللي بعدها تختتم لتعلموا عدد السنين والحساب؟ صدفة ولا ربنا بيقول لنا خدوا بالكم الكلام ده عشان تتعلموا عدد السنين والحساب، وتحسبوا الحسبة مظبوط، وتعرفوا تستنبطوا وتستقرئوا من كتاب الله أسرار كثيرة جدا كانت غائبة لسنوات وقرون. نقدر نقول من القرآن الكريم إن إحنا عندنا نبوءة إن إسرائيل هتخلص وتنتهي وتزول في 2022 ميلادية ولا لأ؟ تعالوا نقرأ مع بعض هذا الكنز الموجود في القرآن الكريم، هذه القراءة مع ضيفي الكريم المهندس عدنان الرفاعي الكاتب والمفكر الإسلامي. السلام عليكم. أهلا أخي. أهلا. شايف أنت حضرتك الموضوع إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. شوف أخي علاء، لو أتينا إلى هذه الآيات التي تصور هذا الموضوع، وهي من قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وأن عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا. انتهى النص. هذا النص أخي علاء مكون من 75 كلمة، وهذه لا خلاف، يعني لا خلاف في عد الكلمات. لو نظرنا داخل هذا النص لوجدنا آية كريمة تصور الإفساد الأول، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا النص مكون 75 حرفا مرسوما، هنا يعني قضية دقيقة، أنا أعني الحرف المرسوم وليس المقروء اللي مفهوش مد وألف ممدودة، وفوق ذلك لي طريقة استنبطتها من القرآن الكريم في عد الحرف المرسوم حرفا مرسوما، يعني هي الفريدة في العالم. يعني أنا أختلف مع كل الذين اشتغلوا بالإعجاز العددي في هذه النقطة بالذات. يعني الهمزة هي طريقة بحسابها حرفا مرسوما أو أن لا تحسب. طبعا الطريقة استنبطتها من القرآن الكريم، أنا اعتمدت منهجا قرآنيا واضحا جليا في ذلك في الهمزة، هي أهم قضية الهمزة هنا في الموضوع. الهمزة في الوسط ما فيش عليها خلاف، الهمزة في بداية الكلمة أو في نهاية الكلمة، كيف نعرف أنها حرف أو ليست حرفا؟ في بداية الكلمة إذا أضيف حرف لبداية الكلمة، إن ذهبت فهي ليست حرفا، إن حافظت على المكان فهي حرف، وكذلك في نهاية الكلمة.
ده مسألة رسم الحروف، ده غير موضوع العدد بقى. لا هذه قضية، لأنه نختلف مع كل اللي اشتغلوا في الجهاز العادي في هذه القضية. وفق هذا المنهج أخي علاء، أنا عندي سورة نوح مكونة من 950 حرفا مرسوما، وأعتقد أنني الوحيد في العالم الذي يعني سلك هذا الطريق وكانت عنده سورة نوح مكونة 950 حرفا مرسوما، اللي هي عدد سنوات عمره. لاحظ يعني مثلا الآخرون، يعني الأستاذ بسام عنده أعتقد، أنا لا أذكر، أعتقد 953 حرف. أخ آخر 947 الهمزة. أنا عندي منهج قرآني بحت استنبطته من القرآن الكريم لحساب الهمزة. إذا قلنا النص مكون 75، إحنا لنوضح الأمر يعني ليكون الأمر يعني ما فيش غمة. النص مكون 75 كلمة، حساب الكلمات مش مشكلة، عد الكلمات يعني ما فيش خلاف. قلنا داخل هالنص الإفساد الأول، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، 75 حرف مرسوم وفق طريقتي في العد. الإفساد الثانية، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تبيرا، أيضا مكونة من 75 حرف مرسوم. هذا ما قرأته في كتاب الله. وبرضه حضرتك شايف انه كده مش صدفة. الله اكيد هو ليس صدفة، لكن شوف اخي علاء، النص مكون من 75 كلمة، كل النص الافساد الاولى 75 حرف مرسوم، الثاني 75 حرف مرسوم. انا اقول الله اعلم، انا لا اجزم بشيء، انا اخاف من الله ولا اتألى على الله، ولكن هل هذه الحروف تشير الى السنين؟ نحن من خلال تجربتنا في القرآن الكريم، نعم، مجموع حروف النص القرآني قد تشير الى سنين كسورة نوح، ومجموع كلمات النص القرآني قد تشير إلى السنين. يعني مثلا عيسى عليه السلام فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال احسب بعد، قال إني عبد الله، احسبها بطلعوا 33 كلمة. فناداها من تحتها، بعد من تحتها ألا تحزني، بطلع 33 كلمة. يعني عندنا آلاف الأمثلة في هذا، يعني لا نستغرب أن تشير إلى فترة زمنية، مجموع السنين. فأنا أقول الله أعلم، أنا لا أجزم بشيء لعدة أسباب، يعني قد ترتبط بالسنين قد لا ترتبط بالسنين. أفرض ارتبطت بالسنين، متى بداية الإفساد؟ هل هو في 48 أم في 67؟ يعني نحن يعني أنا يعني آخر من يؤول في هذه القضية، لكن أنا علي أن أعرض هذه الحقيقة. يعني ليس من مصادفة تعلق هذا النص بالعدد 75. يعني هذا ما عندي، يعني أنا اطلعت على مقال الأخ وعلى أكثر من يعني من فرد اشتغل في هذا الموضوع. أنا أتكئ فقط على القرآن، لكن أنا أجزم جزما قاطعا أن العدد 75 يتعلق بهذا الكيان تعلقا كاملا. ماذا يعني هذا؟ هل يعني السنين؟ أقول الله تعالى أعلم. أفرض قلنا يعني السنين، هل بداية الإفساد في 48 بإنشاء هذا الكيان أم بال 67 بدخول المسجد الأقصى؟ أقول الله تعالى أعلم. ده أنا عندي كمان يعني في تفاصيل تانية متقالة في النبوءة، إن من ضمن الحسابات إن لما تيجي تحسب فترة مثلا من الإسراء، أو حتى من قبل، من وفاة سليمان اللي حصل فيه هرج ومرج في الكيان اليهودي اللي كان موجود وقتها لغاية الإسراء، يطلع رقم وهو نفس الرقم اللي موجود من الإسراء إلى أنا قرأت أخي على قرأت نفس الأرقام. هي القضية أين؟ يعني متى توفي سليمان؟ أنا لماذا أقول يجب أن لا نتكئ على الروايات التاريخية؟ يعني أنا أؤيد البحث القرآني الصرف. كل من تمى إلى التاريخ أخي على يؤخذ بالمقاربة، لا يؤخذ باليقين. هنا قضية أخرى أخي على يجب أن يعني نوضحها للناس. أنا عندي السنة شمسية وليست قمرية في القرآن، والشهر قمري وليس شمسيا. قبل أشرحها لي بقى، إيه الفرق بينها؟ ما هي السنة؟ السنة عبارة عن دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة. يعني الله تعالى يربط الأمور بقضايا كونية، لا يربطها بحسابات البشر. السنة هي في حقيقتها عبارة عن دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة. وقلنا في حلقات ماضية كلمة يوم، يوما مفردة، ترد في القرآن 350 مرة على عدد أيام السنة الشمسية وليس القمرية. واحدة علي. نعم. كلمة يوم أو يوما. يوم، يوما يعني يوم ويوما. تردان في كتاب الله تعالى 365 مرة.
اللي هي عدد أيام السنة الشمسية. بعدين في سورة الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يعني 300 هي الشمسية والتسعة هي الزيادة، إذا الأصل ماذا؟ الشمسية. بينما الشهر قمري وليس شمسيا. لماذا؟ لأن الشهر هو في حقيقته عبارة عن دوران القمر حول الأرض دورة كاملة. يعني أنا أربط الأمور بدراسة قرآنية صرفة وبحقائق كونية صرفة، لا أعتمد على التاريخ إطلاقا. طيب أنا هرجع هنا برضو للقرآن تاني. لو عملنا إحصاء لبداية الكلمات الكلام من بداية الكلام عن النبوءة اللي هو وأتينا موسى الكتاب إلى آخر كلام النبوءة اللي هو فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، هنجد أن عدد الكلمات هو 1443 كلمة اللي هو هكذا الرقم اللي هو 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية، وده الرقم اللي واصل من النبوءة اللي هو برضو 1367 هجرية تاريخ قيام دولة إسرائيل سنة 48 تبقى 1367 هجرية زائد 76 سنة إياهم هيطلع 1443 هجرية اللي هي عام 2022 ميلادي. كل الأرقام بتقول السنة دي، كل الحسابات بتقول إسرائيل هتخلص وتنتهي 2022. يا ترى ولا لا؟ نكمل بعد الفاصل في المعجزة الكبرى. أهلا بحضراتكم مرة تانية في المعجزة الكبرى. بحاول أجاوب على السؤال، إسرائيل النبوءة هتنتهي إسرائيل 22 سنة 2022 ميلادية ولا لا؟ كل ما أبص على الأرقام اللي في النبوءة والمعادلات ألاقيها مستنبطة من القرآن الكريم، من عد حروفه وعد آياته وعد كلماته وإشارة كل الكلمات لسنين معينة وأرقام تتحسب، بيطلع دايما مضاعفات الرقم 19. ايه سر الرقم 19 في الموضوع؟ وليه دايما حسابات الفترة متوازية من وفاة سليمان الى الاسراء، زي من الاسراء الى فترة نهاية اسرائيل، نفس الارقام بالضبط، وتجد ان الارقام دي موجود لها ايات او كلمات موجودة توازيها. فالكلام اللي يتقال في النبوءة تلاقي القرآن الكريم اياته تعدها نفس الارقام الموجودة في النبوءة. برجع اسأل السؤال الصعب، صدفة ولا مش صدفة؟ مفيش صدفة أخي علاء، لا يوجد في القرآن ما هو صدفة، كل ما في القرآن حق سواء كان في الظاهر أم في الباطن. لكن نحن أين المشكلة عندنا؟ كيف نؤول بعض الحقائق؟ يعني أنا أعيد فأقول، أنا أجزم جزما قاطعا أن هذا الكيان بطريقه إلى الزوال، هذه حقيقة. طب إيه اللي خلاك قلت الرأي ده؟ القرآن، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. طب إيش عرفنا أن إحنا دلوقتي في وعد الآخرة؟ جميل، هم ماذا قالوا أخي علاء؟ وعد أولاهما شبه اتفاق عليه أنه تم وحدث قبل الإسلام. منهم من قال فإذا جاء وعد الآخرة كان أثناء السبي الروماني، السبي الروماني في القرن الأول الميلادي. هذا الرأي غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الضمير في كلمة دخلوه يعود على من؟ على الذي دخل أول مرة، والذي دخل أول مرة ليس الرومان. إذن نحن نجزم جزما قاطعا أن السبي الروماني ليس هو المعني بالإفساد الثاني، يعني الذي وضع حد للإفساد الثاني لبني إسرائيل. دليلنا قوله تعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إذن القوم الذين دخلوا في المرة الأولى هم ذاتهم كقوم سيدخلون في المرة الثانية. إذن نستبعد نحن السبي الروماني. منهم من قال عندما طردهم صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة. أيضا هذا الرأي غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن ساحة الإفساد في المرة الأولى وفي المرة الثانية في المسجد الأقصى، يعني في منطقة المسجد الأقصى، والرسول صلى الله عليه وسلم طردهم من المدينة. يعني حتى لما دخل عمر القدس كان النصارى الذين يعني
يستلمون الأمر هناك وليس الذي كان هم بنو إسرائيل. بعدين أنا بسأل سؤال، لو كان الإفساد الثاني قد ذهب، ماذا نسمى الذي يحدث الآن في فلسطين؟ يعني لو كان الإفساد الثاني ذهب، ما هذا الذي نراه؟ هو الفساد والإفساد بعينه. بعدين في قضية أخي علاء، في الإفساد الثاني في معيار، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، لم يأتوا لفيفة إلا في هذا في القرن العشرين. إذا نحن نجزم، شوف يعني إحنا عندنا قراءة قرآنية نستطيع أن نجزم. الإفساد الذي نعيشه الآن والذي يقوم به بنو إسرائيل هو الإفساد الثاني المعني في سورة إسراء، هذا أنا أجزم به جزما قاطعا. وعد الآخرة أجزم جزما قاطعا أنهم يعني يتعلق بالعدد، هذا الكيان يعني يتعلق بالعدد 75. هل العدد 75 يشير إلى السنين؟ احتمال كبير. أما أنا لا أجزم. وإن أشار إلى السنين، هل متى بداية الإفساد كما قلنا؟ هل هي في 48 أم في 67؟ يعني لاحظ أخي علاء، يعني أنا أنطلق من معايير قرآنية بحتة وصرفة. عندي يعني أنا لا أبخس الآخرين ما قالوا. رقم 19 بيطلع لي كل شوية. جميل. يا أستاذ عدنان في النبوءة أو في طريقة الحساب كل مرة إن شوف أخي علاء، العدد 19 هو المعجزة الوحيدة التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. نحن قلنا القرآن الكريم يحمل كل الأوجه الإعجازية التي يمكننا أن نتصورها أخي علاء، لكن هناك معجزة واضحة صريحة هي معجزة العدد 19 في القرآن الكريم. يعني مثلا هقول لك إن في كل آية من آيات سورة الإسراء بتنتهي بكلمة مثل وكيلا شكورا نفيفا كويس، في منهم 111 كلمة لأن هم 111 آية، كله جميل مش كده؟ نعم. لما تحذف الكلمات المتكررة تجد أن الصافي 76 كلمة، كلام جميل. و76 كلمة هي حاصل ضرب 19 في 4. كلام كله جميل، لكن هنا التأويل، هل هذا الرقم يتعلق بالسنين؟ أنا كلام جميل ورائع، لكن هل يتعلق بالسنين؟ هنا القضية، يعني هذا الذي نحن نخاف منه. طبعا على الأغلب هو يتعلق بالسنين، على الأغلب العدد عمال يتكرر، مش معقول صدفة. لا ليس صدفة. الآيات اللي عدد كلماتها 19 كلمة 4 آيات، يعني 19 في 4 تاني يطلع رقم 76 تاني هو. لا يوجد في القرآن صدفة. يعني مثلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. شوف إن مثل عيسى عند الله كمثل من آدم. كلمة عيسى ترد في القرآن 25 مرة وآدم 25 مرة، ما في صدفة في القرآن. أما هذه الأرقام، هنا القضية أخي علاء، بالتأكيد هذا ليس صدفة، لكن نحن أين هي المشكلة؟ في تأويل هذه الأرقام. طب هقول لك حاجة أفكرك بحاجة. فاكر رؤيا الملك في سورة يوسف عليه السلام؟ سبع بقرات أولها بالسنين. طب مش أولت بالسنين؟ طيب هل يوسف اجتهاد منه؟ لا. ولا لا. علم لدني إلهي؟ ولنعلمه من تأويل الأحاديث. بس ربنا هو اللي قال في القرآن الكريم أنه هو اللي علم يوسف من تأويل الأحاديث. بالضبط. فالسبع إشارات سبع رموز لسبع سنين. ما فيش صدفة أخي علاء، في القرآن لا يوجد شيء صدفة. لكن نحن أريد فأقول القضية كيف نؤول هذه القضايا. يعني لأحدثك عن مجلس العدد 19 كيف فسروها. شوف أخي علاء، عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم، لا قال وما جعلنا عدتهم، ما قال وما جعلناهم. إذن هو يركز على العدد 19، إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر وصبح أسر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هو نستطيع أن نجزم جزما قاطعا أنه بالفعل هناك معجزة تتعلق بالعدد 19 في القرآن الكريم. ما الذي جعلنا نجزم أخي علاء؟ النص القرآني، يعني الدلالة اللغوية أخي علاء. ما هو النص القرآني؟ نص تمت صياغته من قبل الله سبحانه وتعالى بقالب لغوي، من خلال الصياغة اللغوية ندخل إلى أعماق النص القرآني. طبعا أنا لا أبخس الأمر ولا أقول هذا غير صحيح يعني حتى ليفهم مني ذلك، لكن أقول أنا أتحفظ قليلا على الأمر
حتى لا أتألى على الله سبحانه وتعالى، وحتى لا تكون قراءتي ليس في مكانها. وفي الوقت ذاته أجزم أن هذا العدد يتعلق بهذا الكيان تعلقا كاملا. إذا كان هم عارفين ده يا إما من دراستهم لكتبهم القديمة موجود في كتبهم أو دراستهم للقرآن الكريم، لأن هم أكيد درسوه أكيد. هم مش زي حالاتنا كده ناس كسالة أكيد. وهم عارفين الوقت ده نعم. أما المماطلة في المفاوضات والتسويف في المفاوضات وخريطة الطريق وخريطة توهان الطريق نعم. وكلام يعني كتير في النهاية ما بيتمش منه نعم. على أرض الواقع أي سلام حقيقي أو إرجاع الحقوق لأصحابها نعم. الأصليين، مع طبعا يعني فساد وإفساد غير عاديين من قتل أبرياء وأطفال ونساء وهدم يعني مدن على سكانها وظلم وتشريد واقتصاد، يعني حاجة لا صحيح. إنسانية ولا بشرية بالمرة صحيح. وتجد من الغريب أنه يعني بعض الحاخامات يقول أن هم لا، ما أصل إحنا عندنا في التوراة تعاليم بتقول كده أن إحنا يعني من حقنا أن الأغيار نبيدهم ونشردهم وده يفسر القسوة الشديدة للجندي الإسرائيلي في تعامله حتى مع الأطفال نعم. لأنه حتى كمان شايف أن هذا الطفل نعم. يعني مشروع فدائي نعم. هيحاربه لما يكبر صحيح. لكن السؤال اللي أنا بطرحه، طالما هم عارفين كل الحاجات دي نعم. طب هم رايحين على فين يعني نعم. بيسوفوا لغاية لحظة الصراع، يعني هم مستنين لحظة الصراع زي ما احنا كمان مستنين لحظة الصراع. هم أخي علاء، هم لو شوف أخي علاء، كل ما يقومون به من قتل وتشريد واغتصاب الأراضي وتدنيس المقدسات مع علمهم بهذه النهاية هو نتيجة عناد، نتيجة استكبار. هم لو كانوا يؤمنون بكتبهم هم ذاتهم يعني لما فعلوا ذلك. أنت انظر إلى سيرتهم مع أنبيائهم، كيف كانوا يقتلون الأنبياء، كيف كانوا يعني يتكبرون حتى على الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل أن هؤلاء بالفعل من بني إسرائيل، هذا إثباته إثبات أنهم بالفعل هم من بني إسرائيل. يعني هذا الذي يقومون به يعني هذا ديدنهم خلال التاريخ، هذه صفاتهم التي بيّنها الله تعالى لنا في كتابه الكريم. يعني هم يحاولون أن يغيروا القدر، يعني يعلمون هذه النهاية ويصرون على هذا الاستكبار. طيب يعني حضرتك مش شايف إن ده نوع من انفصام الشخصية؟ يعني المفترض اللي معروف عنهم في العالم الغربي وعند كتير من المسلمين يقول لك أصل يعني الصراع بيننا وبين اليهود أو بيننا وبين إسرائيل صراع عقائدي، اللي انت بتشوفه من توسعات واستيطان وحروب سياسية وعسكرية واقتصادية كل ده أدوات، لكن جوهر الصراع هو صراع عقائدي صحيح. في المقام ليس الأول ليس عقائدي بمعنى الصراع بين الأديان. يعني هم شأنهم كالذي يكذب الكذبة ويصدق نفسه. حاولوا للأسف أن يقنعوا بعض النصارى بالغرب على ضرورة إقامة الهيكل كمقدمة ضرورية لنزول المسيح عليه السلام، وهناك للأسف الكثير من النصارى المتصهينين يتبنون هذه العقيدة. يعني استطاعوا أن يزرعوا هذه العقيدة في نفوس الكثيرين من النصارى في الغرب للأسف. بقت في كنائس تعتنق في الغرب العقيدة بالضبط. المسيحية الصهيونية، يعني منهم من يسعى إلى هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل حتى أكثر من بعض اليهود. هل ده بيفسر اللغز اللي فيه ناس كتير من العرب والمسلمين بتسأله لا. إيه السر الغامض في نصرة الغرب الدائمة لإسرائيل عمال على بطال في الصالح وفي الطالح؟ هل لنجاح اليهود في إقناع الغرب المسيحي إن عشان المسيح ينزل مرة تانية نعم. لابد حسب النبوءات اللي موجودة نعم. في الكتب التوراتية نعم. القديمة نعم. لازم الهيكل يقام عشان ينزل المسيح مرة نعم. أخرى ليحكم الأرض نعم. الألف سنة السعيدة أو الألف سنة الأخيرة صح. من عمر الأرض باعتبار نعم. أن هم يعني كل نعم. كل ألف سنة نعم. بيعملوا تقويم كده غريب من صحيح. عندهم. أخي علاء، هي القضية مركبة. يعني نحن يجب ألا ننكر المصالح الاستعمارية بين الغرب وبين هذا الكيان، ولكن أيضا يجب ألا ننكر يعني يعني ما استطاع اليهود أن يضللوا به الكثير من الغرب. يعني نأخذ الجانب الاستعماري من جهة وجانب التضليل من جهة أخرى. طب إيه سر هذه القوة؟ يعني حاول لحضرتك حاجة، لما يبقى مثلا تاريخيا الغرب المسيحي دائما يحمل اليهود مسؤولية
قتل وصلب المسيح عليه السلام. احنا عندنا في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ايه اللي اداهم هذه القوة وهذه القدرة على التأثير بحيث ان هم يجبروا هذا الغرب المسيحي ان هو يغير من فكرته ويدعمهم ويدعم إقامة هيكلهم بل ويجعل الفاتيكان يعلن صراحة أن الفاتيكان يقر أنه يبرئ اليهود من دم المسيح. شوف أخي علاء يعني أمال المسيح يعني كان ماشي بكعبل في الصليب يعني لوحده. لو قرأنا التاريخ لوجدنا أن الخلاف بينه وبين النصارى أيضا هو خلاف كبير. يعني يجب أن ننطق بالحقيقة. الخلاف ليس قليلا ولكن في هذه الفترة يعني في القرن العشرين حقيقة استطاعوا بواسطة وسائل الإعلام والأكاذيب وكل ما يعني استطاعوا أن يقنعوا الغرب بذلك. لكن لو عدنا إلى التاريخ الصراع بينهم وبين النصارى ليس قليلا. أما هي طفرة يعني هذا العلو الذي يعلونه الآن هو الحقيقة يعني مسألة ليست عادية. يعني استطاعوا أن يوظفوا العالم وليس الغرب. يعني من هنا فنقول الله تعالى أكثر نفيرة الذي تحدثنا عنه في سورة الإسراء وجعلناكم أكثر نفيرة. يعني رغم القلة العددية الموجودة يعملون يد واحدة وده مثلا هذا سرهم. لو عملت مقارنة مثلا كمية العرب والمسلمين الموجودين في الولايات المتحدة الدولة المؤثرة في القرار العالمي الآن واللاعب يحكمون أمريكا مع أنهم قلة ما لناش تأثير على صناعة القرار والمراكز الحساسة والاستراتيجية. اليهود أقل عددا وأقل أموالا وأقل أموال لكنهم يعملون يدا واحدة. هنا السر. نحن متشتتون كل واحد يعمل لأهوائه ولمصالح المتناقضة مع الآخر. أما أنت عد إلى الإمكانيات، الإمكانيات عندنا أكثر منهم بكثير. يعني على الصعيد المادي، على أي الصعيد البشري، على صعيد الثروات، على الموقع الجغرافي، مهما يعني تحركت تجد أننا أكثر منهم عدة وعددا ومالا، ولكن للأسف قلوبنا يعني لسنا متفرق. يدا قلوبنا متفرقة للأسف. أرجع تاني للنقطة المتعلقة بيقينهم أن ده وعد الآخرة. يعني طالما أساسا النبوءة أنا بداية كلامي عنها مش من عندنا، جايبها من كتبهم بالضبط ومن قناعاتهم إن هم عندهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني هذا النص قضاه الله تعالى في كتاب، يعني أعلمهم. إذن عندنا في القرآن هو إثبات إنه هو ربنا قايل لهم في كتبهم إشارات عنده وهم يعلمون إن في وعد آخرة. واضح إن كان في إشارة ما الله أعلم هي إيه. ومنهم من ينطق بهذه الحقائق أخي علاء. على فكرة يعني في كثيرون ناس يهود غير صهيونيين ويحاربوا تجمع إسرائيل بالضبط اليهود بالضبط في إسرائيل ويعلمون أن هذه النهاية. يعني هذا التجمع في فلسطين هو لنهايتهم، يعلمون ذلك جيدا. طيب لكن هم مستنين إيه؟ طيب يكابرون، يعني هم يريدون تغيير القدر، يعني كالعاصي الذي يعلم أنه سيعاقب في الآخرة ولكنه يقوم بالمعصية مكابرة، ويعني كالذي يكذب على نفسه. هل تفتكر أن هم مثلا مستنيين تفسيرهم للآية اللي موجودة في القرآن هنا في سورة الإسراء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أحسنتم فلاها؟ يعني نحن لنكن يعني وإن عدتم عدنا، كأن ربنا لسه سايبها مفتوحة بالنسبة لهم. مش سايبها مفتوحة أخي علاء، نهايتهم ككيان. يعني نحن لنكن موضوعيين في قراءة الآية. يعني فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيره عسى ربكم أن يرحمكم. أو عسى دي يعني هم إيه اللي أنا واقف عندها؟ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هو لا يقضى عليهم في الإفساد الثاني، يعني كما يتصور بعض الناس أنهم يعني مش هيحصل فناء لليهود كيهود. لا مش هيحصل، ولكن دولة إسرائيل ككيان تنتهي. بالضبط، يعني هذه الآية عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، هو يخاطب البقية. يعني يخاطبهم بعد زوال دولتهم. بالضبط، يعني ككيان سيزولون ولكن ليس كوجود. يعني سيقتلون جميعا، لا ليس هكذا الأمر. طيب هنا بقى من واقع كلام حضرتك هل أقدر أفسر ليسوء وجوهكم تفسير أوسع وأشمل من المعاني الضيقة اللي بيفهمها بعض الناس؟ بمعنى في ناس ممكن تقول يسوء وجوهكم يعني اللي هيدخل يفتح بيت المقدس ويحرر فلسطين المحتلة وينهي دولة اليهود هيعمل ده وهيدمر كل اللي عملوه اليهود وهيهزمهم هزيمة تبان وجوهها تسيء إلى وجوههم وشكلهم. بعض الناس قالت كده.
وفي الناس التانية قالت لا يعني إساءة الوجه ده يعني كان ضرب الوجه أو يعني نوع من البهدلة زي ما احنا بنقول بالعربي. وفي رأي تالت قال لك لا ده قد يكون ليسوء وجوهكم معناها في واقعنا المعاصر يغير يعني سمعتكم وصورتكم أمام العالم. الأسطورة التي بالضبط نسكتموها بالضبط حول اليهود هذه الأكاذيب والترهات التي استطاعوا أن يقنعوا العالم عن طريق بأنهم وسائل أهل السلام وأنهم للخير وأنهم ستزول نتيجة هذه الجرائم وستنفضح بالضبط. فكأن ده يعني تعرية الوجه وكشف الوجه القبيح وبدأت يعني بعد غزة وبعد الذي حصل بدأت الصورة تبان لكل الناس. شوف أخي علاء، فإذا جاء وعد الآخرة أولا ليسوء وجوهكم يعني هي الخطوة الأولى، وليدخل المسجد كما دخله أول مرة الخطوة الثانية، وليتبر ما عرف تبير الخطوة الثالثة. يعني نحن نهتم في ترتيب العبارات القرآنية. طب في الدخول كما دخلوه أول مرة، نعم، في المرة الأولى كان في تعبير كده أو وصف للحال، نعم، فجاسوا خلال إيه؟ ديار، يعني أكثر من التردد الذهاب والإياب. نعم. أيوة، يعني إذن اخترقوا كل نعم شيء. نعم نعم. ما عادش يعني مش معركة مثلا على الحدود ولا نعم حاجة، لا دخلوا بالضبط جوه بالضبط. يعني النهاردة نقدر نسميه يعني باللغة الاستراتيجية المعاصرة على العسكرية المعاصرة، نعم، أنك هتخش العاصمة تدخل في شوارع تل أبيب. بالضبط. نعم. طب ليه في تاني مرة أعنف في المرة الثانية؟ يعني في الإفساد الثاني، ما يعني المعركة التي ستحدث في الإفساد الثاني أعنف منها في الإفساد الأول. أنت انظر النص، ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني الدمار الشديد هو التتبير. يعني ستحدث بالفعل معركة قوية وقوية جدا جدا في هذا الخصوص. بعدين هنا لفت أخي علاء، وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، وليدخل المسجد 14 حرف مرسوم، كما دخلوه أول مرة 14 حرف مرسوم، وهذا له معنى نحن عندنا في علم يعني في المعجزة العددية في الأرقام. يعني ليس من المصادفة، يعني وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، كما حدث في المرة الأولى من دخول للمسجد الأقصى سيحدث بذات الحيثية في المرة الثانية. يعني هذا التناظر في الحروف ليس عبثا. وليدخل المسجد 14 حرف كما دخلوه أول مرة 14 حرف، وقلنا كلمة دخلوه الضمير فيها يعود على الذي دخل أول مرة وهم يعلمون ذلك جيدا. هم يعلمون ذلك جيدا ومع ذلك هم مستمرين هم يصرون في نفس الظلم. بالضبط. سبحان الله. طيب هاخد فاصل وهسأل سؤال مهم جدا عشان يعني كلامنا عن هذه النبوءة يكتمل. أكثر من سؤال الحقيقة يا جماعة. السؤال الأول، طيب المعركة الفاصلة دي اللي هتنتهي بقيام بانتهاء دولة إسرائيل عام 2022 ميلادية، هل هي المعركة الفاصلة؟ هل هي معركة هرمجدون؟ هل هي المعركة التي سينتهي بعدها العالم وتقوم القيامة؟ طيب وإذا كان هذا الكلام صحيح، أمال فين نزول السيد المسيح عليه السلام وفين قتاله لليهود؟ طب احنا كده إذن عرفنا إن اليهود مش هتستأصل شأفتهم كاملة، الدولة ستباد، الكيان هينتهي، لكن هيفضل لسه في يهود في العالم. طب اليهود دول هيرجعوا الشتات ولا هيعملوا ايه ولا هيستوطنوا فين ولا هيروحوا فين وهيستعدوا ازاي عشان يحاربوا تاني ويستمروا في تكذيبهم للسيد المسيح؟ يعني في اسئله كتيره كلها غامضه بتدور حول هذه النبوءه. نكمل كلام بعد الفاصل في المعجزه الكبرى. أهلا بكم مرة تانية في المعجزة الكبرى. إذا كان النبوءة هتتحقق ودولة إسرائيل هتنتهي من الوجود 2022 ميلادية، يا ترى هي دي المعركة الفاصلة، معركة نهاية الزمان؟ هل هي دي معركة هرمجدون اللي متنبأ أيضا أنها تكون معركة شبه عالمية كل العالم بيحارب بعضه، ولا زي ما فهمنا من الكلام والتحليل أن نهاية دولة إسرائيل مش معناها فناء كل اليهود لا اللي عايشين على وجه الأرض، هيبقى فيه بقية باقية ليهم، هيروحوا فين، يسكنوا فين، يعملوا إيه، يستعدوا يبقوا أقوياء تاني ولا لأ، الله أعلم في علم الغيب. لكن أنا سؤالي اللي أنا بطرحه، هل هذه المعركة في 2022 التي تنتهي بانتهاء وتدمير دولة إسرائيل تماما هي المعركة الفاصلة ومعركة نهاية الزمان اللي هتقوم بعدها القيامة ولا لأ؟ أخي علاء،
المعركة متى ستقوم الله تعالى أعلم. يعني قلنا نحن نرجح، أما نحن نقول الرقم 75 يتعلق بهم تعلقا كاملا، لكن أنا لا أزم أنه يتعلق بالسنين، أقول ربما يتعلق بالسنين. أعيد، وإن تعلق بالسنين الله تعالى أعلم متى بداية الإفساد. هذه قضية. قضية أخرى، هم ماذا أقنعوا الغرب؟ قالوا لهم يعني، أو أقنعوا جزءا من الغرب، أن المسيح عليه السلام لن ينزل إلا إذا بني الهيكل، فربطوا نزول المسيح ببناء الهيكل، يعني لابد من هدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل استقبالا للسيد المسيح، حتى وإن كان في تعارض في العقيدتين. يعني اليهود بيقولوا اللي جه ده مش المسيح ومش النبي المنتظر، يعني فهم مستنين لسه المجيء الأول للسيد المسيح، يعني بينما الغرب المسيحي مستني النزول الثاني للسيد المسيح. يشوف الأمور فيها خلط، يعني سواء الروايات عندنا أم كتبهم فيها الكثير من الخلط. يعني عندنا روايات تقول لك المسيح مثلا ممكن ينزل بالشام بمكان آخر، هم يقولوا بده ينزل بالمسجد الأقصى. يعني أنا أرى أنهم مسكوا حقيقة ولبسوا عليها الكثير، يعني هم من عادتهم التلبيس على الحقائق. أنا أرى من خلال قراءتي القرآن أن المصعد إلى السماء هو عند المسجد الأقصى، يعني الطريق إلى السماء من هناك. طيب من أين أتينا بهذا الكلام؟ طيب ما الحكمة أن محمدا صلى الله تعالى وسلم عندما عرج إلى السماء أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى عرج إلى السماء؟ يعني كان بالإمكان أن يعرج من هناك. يعني حقيقة المسجد الأقصى تحس أنت من خلال هذه القصة أنه الطريق إلى السماء، لكن هم هذه الحقيقة لبسوا عليها وبنوا عليها واستثمروها وألفوا عليها واستطاعوا أن يخدعوا الكثيرين من الغرب. هذه قضية. قضية ثانية، هم يقولون سينزل المسيح، يعني لو قرأت رؤيا يوحنا اللاهوتي وإلى آخره عندهم، أنه سينزل يعني انتصارا لهم. الحقيقة المسيح لن ينزل انتصارا لهم ولا انتصارا لنا. المسيح ليس جنرال عسكري معه جيوش ومعه طائرات ومعه دبابات. المسيح عليه السلام رسول السلام، سيأتي كما قلنا ويحكم بالقرآن الكريم. وبعد نزول المسيح الحقيقة أن أهل الكتاب سيؤمنون به، أنا هكذا أقرأ من القرآن. يعني بعد نزول المسيح الأمور ليست كما نقول ولا كما يقولون، يعني النص القرآني صريح أخي علاء، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. طب الله أعلم، يعني كلهم هيؤمنوا في وقت واحد ولا لا؟ يعني أقصد إيه، ممكن المسيح برضو يقود معركة ممكن. يعني أما النتيجة، بعض الناس من اليهود يؤمنوا، بعض الناس من المسلمين يؤمنوا، بعض الناس من النصارى يؤمنوا. لا النص صريح، شوف ما قال، ومن قال وإن من أهل الكتاب، استخدم مصطلح أهل الكتاب، ما فيش ولا واحد إلا، شوف لا يؤمنن به قبل موته. يعني أنا دقيق عند الكلمة القرآنية، يعني الآن هو متوفق قلنا صحيح، وهذا الذي لبسوه عليه ثالث ثلاثة هي أثناء الوفاة، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، لاحظ ما قال أمتني، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن أثناء وفاته عليه السلام، يعني الآن، يعني من رفعه إلى السماء إلى نزوله الثاني، حصل ما حصل من تلبيس عليه. شوف فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن عند نزول الثاني لعيسى عليه السلام، نعم سيؤمنون بعيسى عليه السلام تمام، هكذا يقول النص القرآني. طب هل يعني حتى نكون موضوعين، لأنه في حاجات يعني أولا إشارة أنه هو يحكم بالقرآن، هتهدم فكرة العداء بين الإسلام وبين الغرب، وهتهدم فكرة أن الإسلام مش دين وأن القرآن مش من عند ربنا وأن محمد مش نبي، وحتنتهي ثالث ثلاثة وحتنتهي فكرة الثالوث. هنا السلام، يعني مهد عيسى هنا، وعيسى عليه السلام سيكسر الصليب ويقتل الخنزير. أكيد فأيضا مسألة الصلب هتنتهي، ومسألة أكل الخنزير هتنتهي. فلما يعني الغرب يشوف والعالم يشوف كل هذه الحاجات، هيعرف أنه ده هتبقى صدمة العمر. صحيح، ده مش هقول صدمة العمر، هتبقى صدمة القرون. شوف أخي، يعني على يعني أنا أقول صدمة للرسالات الثلاث، ليس للرسالات، لأتباع الرسالات الثلاث. يعني أيضا بالنسبة لنا نحن المسلمين، أنا أتوقع أن تفسير النص القرآني سيبلغ ذروته حين نزول عيسى. يعني عندما قال تعالى ولا تعلمون نبأه بعد حين، هو أرى أنا
أنه حين نزول عيسى. هذا القرآن الكريم نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل من المنطقي أن يأتي حد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يفسر القرآن تفسير جديد، ولا هو القرآن يظل معجزة باقية هو كل صحيح. عصر يستخرج منه ما يناسب العصر وفق الأحكام. أخي على عيسى لن يحيط بالقرآن الكريم، ولكن قلنا الروح وصف بها القرآن الكريم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وعيسى عليه السلام نفس مليئة بالروح. فآخر شوف يعني وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني آيات الله تعالى بشكل تصاعدي. آخر شيء سيلتقي الروح الذي وضعه الله تعالى في القرآن مع الروح الذي وضعه الله تعالى في نفس عيسى، فيبلغ تفسير القرآن أوجه، لأنه قال الله علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. طبعا الكتاب والحكمة يعني القرآن، والتفسير من الحكمة من أعماق النص القرآني. أصلا عيسى عليه السلام نزل في المرة الأولى يعني كمصحح للحقائق، وسينزل في المرة الثانية أيضا كمصحح للحقائق، ولكن عند الرسالات الثلاث. يعني أنا أرى أنه في نزوله الثاني عليه السلام بالنسبة لنا سيتعرض لكثير مما لفق من روايات ومن على منهج الرسالة الخاتمة، لأنه سيحكم بالقرآن. إذن في هذه الحالة يعني الله أعلم، مش عارف الواحد يا جماعة أنتوا رأيكم إيه؟ يعني الواحد يدعي إن ربنا يعني يمد في عمره عشان يشهد هذه الأحداث ويكون موجود فيها، ولا هي أحداث تخض وغامضة ويحيط بها الغموض من كل مكان، فيعني الواحد يخاف إن هو يكون موجود في هذه الأجواء وفي هذه النبوءات اللي زي ما شفنا من القرآن الكريم. الحاجة اللي احنا متأكدين منها غير النبوءة إن الأمور رايحة في سكة الصراع، وإن المسائل رايحة في سكة يعني فتن وملاحم كثيرة جدا هتنتهي بالصراع. فإن صحت النبوءة فدولة إسرائيل سوف تنتهي في 2022 ميلادية، في معركة فاصلة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لن تقوم الساعة قبل أن يقاتل المسلمون اليهود. طيب القتال ده إمتى؟ هو 2022 ولا قبل كده ولا بعد كده؟ الله أعلم. لكن السؤال المهم اللي احنا بنطرحه عشان نسأل، احنا استفدنا ايه من الطرح من حلقة النهاردة؟ في ناس كتير من كتر الغيظ والغل من فساد وإفساد اليهود وإسرائيل والمذابح اللي بترتكب ضد الأبرياء كل يوم، نفسهم إسرائيل تخلص في أي شكل إن شاء الله إن شاء الله بكرة. لكن أنا طبعا أحب يبقى كلامنا علمي، فأنا مبسوط جدا إن إحنا قلنا ما نقدرش نقول النبوءة 100%، لكن أنا عندي في القرآن الكريم إشارات كتيرة جدا ودلائل كتيرة جدا، ومش من قبيل الصدفة إن وإنت بتعد الكلمات تلاقيها بتدي أرقام، وإنت بتعد المعادلات والآيات تلاقيها بتدي أرقام. كل ما يبقى في حاجة لها علاقة بالفلك أو بنبوءة أو بتاريخ معين تلاقي القرآن الكريم بيدي رقم يوازي ليه. ده لسه بالنسبة لي أنا شخصيا حوالي مئات بل آلاف علامات الاستفهام، لعل النبوءة صح ولعلها غلط، الله أعلم. لو عشنا هنشوف، لكن السؤال الأخطر اللي أختم بيه، طب يا ترى إحنا لو عشنا وشفنا هنعمل إيه؟ إحنا هنكون الناس اللي دخلنا وحررنا المسجد الأقصى، ولا هذا الشرف هيناله حد غيرنا؟ سؤال مهم وسؤال خطير. كلام النهاردة فتح قضية أخطر، وهي مسألة الإعجاز العددي في القرآن الكريم. أنا شخصيا خايف جدا من هذا الموضوع، لأن في ناس كتيرة حتى لما تفتح باب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هاجموه وقالوا لا لا أصل له، وفي ناس بتحاول تلوي عنق الآيات عشان تطلع حقيقة علمية. لكن أنا شايف أن كمية الكلام عن أرقام معينة في القرآن وتكرارها لا يمكن يكون من قبيل الصدفة، وبالتالي اسمحوا لي الحلقة الجاية من غير تعقيدات، لأن أنا عارف الموضوع ده ممكن يبقى صعب على بسطاء الناس والناس اللي ما درستش علم الرياضيات، احنا مش هنعمل ده، ولكن هنحاول نستنبط هل في نظرية معينة بتحكم آليات العد والأرقام والترقيم في القرآن الكريم. عندي كتاب تاني مفاجأة، الإعجاز الإحصائي في القرآن الكريم، ناس متخصصين في علم الإحصاء مش اجتهاد كده يعني بدون ضوابط،
بيوريك قد إيه القرآن الكريم ترتيب آياته وحروفه بيدي متواليات هندسية وأشكال هندسية غاية في الإبداع والإتقان لا يمكن بشر يعملها. وإذا خدت حرف من آية وديته في آية تانية ينهار هذا البنيان المحكوم بإبداع لا يبدعه إلا الخالق سبحانه وتعالى. سبحان الله لآل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الحق موجود دائما في المعجزة الكبرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.